هي بالنهاية يعني بتخيل أنا كل الأشياء تبدأ بالعقل. قناعة. وقت الواحد قناعة، القناعة شيء يعني. أنت القناعة أنك اقتنعتي أنه هلأ أنا صرت بطرف واحد، وبغض النظر عن هذا الشيء الحياة بدها تمشي، وأنا بدي أكمل وبدي أوصل للأهداف اللي أنا بدي إياها. ولكن أنت كمان يعني هون بعقلك حطيتي براسك أنه أنا بغض النظر شو عندي، رجلتين، 3 رجلين، ولا رجل واحدة، أنا بدي أوصل للشيء اللي بدي إياه، تمام. وبغض النظر عن كل شيء صار معي. طيب بعد هي الحياة يعني، ومثل ما بيقولوا يعني الشنطة اللي صارت معكم من إدلب للبنان، وأنت رجعتي رديتي على سوريا، حاولتي ترجعي تدرسي، بعدين الوضع صار سيء أكثر، وبعدين رديتي رجعتي على لبنان، وباللبنان نعرف إنه الوضع كمان ماله وضع كتير منيح. طيب كيف صارت النقلة ورجعت واجيتوا على بريطانيا؟ عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية. الفكرة هي أنا لما رجعت من سوريا على لبنان، مثل ما بتعرف إنه كمان يعني الأطراف هونيك بلبنان كمان غالية، يعني منا كتير وما فيك تحصل عليها يعني بصراحة، يعني بمبلغ رمزي أو بشي يعني، فأنا ما قدرت نعم أحصل يعني عليها. فنحن سجلنا باليو إن ببرنامج إعادة التوطين بس نعم ونحن بصراحة ما كنا مفكرين إنه رح نبعد أكثر، لأني بحكم إنه أخواتي من ميل ونحن من ميل وأخوي من ميل، عرفت؟ نعم فالماما كانت فكرتها شوي صعبة عليا، فخلص فبس شافت هيك إنه يعني إنه بناتي الاثنين ما لهم مستقبل، يعني ضاع مستقبلهم بصراحة يعني بالنهاية بالمختصر يعني. نعم فس لما سجلنا باليو ان وجينا على برنامج اعاده التوطين، فلما رحت على المقابله صراحه انا سالت هذا السؤال، قال شو سالوني انه شو حلمك يعني على شو بتطمحي؟ نعم ما قلت لهم انا بدي طرف، قلت لهم بدي كفي دراستي كيف ووين وليش وما بعرف، هيك قلت لهم. يعني قالوا لي انه معقول ما بدك طرف؟ طلعت هيك بالعصي قلت لهم يمكن رب العالمين كاتب لي ويمكن لا، عرفت؟ يعني هي الفكرة، لما أنت بتكون يعني عندك قناعة بنفسك ومقدرك إنه الشيء، أنا ما كنت بعرف الوضع هون ولا كنت بعرف النظام هون ولا كنت بعرف أي شيء ولا بعرف أي حدا هون، فقالوا لي إنه كيف بدك تروحي يعني، إنه شو بدك من هونيك يعني؟ قلت لهم أنا ما بدي شيء بس بدي كفي دراستي، يعني هيك بهالبساطة. فما قلت لهم، لا سألتهم على الطرف ولا سألتهم إذا بدي يركبوا لي طرف ولا سألتهم وين بدي يقعدوني ولا أي شيء، كان بس همي إنه أوصل لدراستي. نعم. ومن بعدها ومن بعدها مشي الحال الحمد لله، إيه الحمد لله، اتصلوا فينا وقالوا لنا إنه أجى ملفكم على بريطانيا ونحن وافقنا وجينا لهم تقريبا ب 2017. أي ب 2017. وبصراحة أنا لما وصلت لهون، إنه بتعرف إنه يعني أنت ما بتعرف حدا ورجعت بلشت من الصفر من المرة الثالثة، يعني عرفت يعني ما لنا سهلة أبدا لما أنت بتقعد صديق بتجرب بتجرب وبتجرب. فسألت يعني أول فترة كانت صعبة، يعني أنا مثل ما قلت لي أول شيء إنه أنت كيف قدرتي تتخيلي هذا الشيء، إنه أنت من دون رجل ما دخلتي حالة اكتئاب أو أي شيء، كيف أنا ما دخلت، بس نعم دخلت هون. لما وصلت لهون حسيت بالصعوبة، يمكن لأني إنه ما بقي حدا مثلا من اللي بعرفه، من اللي مثلا رفقاتي أو أي حدا، عرفت هاي الأمور. فلما وصلت لهون إنه ما في أي حدا، يعني أنا وأمي وأخي وأختي وبس يعني. وبالنهاية يعني ما في باقي الناس اللي انت متعودة تشوفيهم او تماما. اللي بتعرفيهم او تروحي لعندهم، يعني هي العزلة الاجتماعية مثل ما بيقولوا. طيب وانت كيف بعدين تغلبتي عليها؟ تغلبت عليها كمان لما انا ما اول ما طلعت بهذا، طلعت انا لما بدي اطلع كمان امشي على العصي، كمان امشي على العصي هون دغري، يعني لا انه مثلا خبيت حالي ولا انه مثلا عملت لحالي هون مثلا بعيد عن المجتمع او اي شيء. فالفكرة انه انا دغري كمان طلعت صرت امشي بالعصي،
يعني بدل ما زبطت أموري بتركيب الطرف وما تركيب طرف وهي الأمور. الفكرة أنه يعني انت هون بس الفكره اللي بدي اوضحها، يعني انت هون الرجل الاصطناعيه اللي اخذتيها بسوريا هون تخليتي عنها مره تانية؟ ايه تخليت عنها لاني صارت تعملي كثير مشاكل بصراحه، يعني ما ب... اوكي يعني وصلت لمرحله انه اتوجع منها، انه ما تكون هي الطرف المساعد، تكون هي الطرف الموجع بصراحه. فانا اوكي بصراحه خلص قلت انه خلص، يعني برجع على العصي وما في اي مشكله، يعني خلص برجع من تمام. بدايه الصفر وبرجع ببلش. فهيك احكي يعني مع حالي، يعني عرفت، وبرجع ببلش. اني كان عندي يقين، انه صراحه يعني كان عندي يقين كثير قوي سبحان الله، انه رب العالمين ما بياخذ منك شيء الا ليعوضك بالشيء الاحسن. طيب شو هو الشيء الأحسن اللي عوضك فيه رب العالمين؟ كثير اشياء، واهمها مثل ما قلت لك هي اهلي، وقدرت اكتشف حالي من جديد، قدرت احب نفسي اكثر من الاول، قدرت يعني اعمل بقدراتي اكثر. والفكرة الأقوى إني أنا رح كفي بحلمي اللي أنا بحلمه، اللي كنت بطرف أو اللي كنت بطرفين، كنت برجل أو اللي كنت بثلاث رجل، يعني نفس الشيء. يعني ما قدر يغير شيء غير يعطيني الأحسن. يعني أنا صرت أقوى، صرت أوثق بنفسي أكثر، أوثق بقدراتي أكثر. لما واجه العالم واجهه بقوة، ما أنه واجهه كأنه أنا شخص فقد شيء بالحرب، أو أنه عنده قصة عرفت، أو عنده قصة بتزعله. لا بالعكس، هي القصة ما بتزعلني. هلا أنا مين ما بيسألني بقول له راحت رجلي بالحرب ببساطة، وبضحك وبضحك. يعني ضحكتك بصراحة، يعني هي شغلة كتير لازم أنا أوضحها. ضحكتك بتعدي أول وحدة، وتاني وحدة لكل الناس اللي عم يسمعوا الحلقة بس سماعيا، يعني أنا بتمناكم إنه تروحوا بس على اليوتيوب وتشوفوا الحلقة فيديو بس كرمال تشوفوا ضحكاتها لديما. يعني ما بعرف من وين بتجيبي هالضحكة الحلوة يعني. الله يديمها عليك يعني، الله يديم على الجميع يا رب. وشكرا لانك يعني هيك عم تضحكي هالضحكه اللي كلها ايجابيه وكلها حب يعني. ف طيب ديما، ومن بعدها انت فتي بالمجتمع الانجليزي، اخذتوا تخيل بيت لإلكن، بلشتوا بمرحله الاندماج بالمجتمع. طيب بالنسبة لإلك ديما، نحن كأشخاص، أنا شخص كمان جيت على ألمانيا قبل 6 أو 7 سنين وبلشت اندمج بالمجتمع، وأنا كشخص خلينا نقول بين قوسين عادي يعني، وعندي رجلتين، وكان همي فقط إني أتعلم اللغة، أفهم العادات والتقاليد وما إلى هنالك. ولكن بالنسبة لإلك أنت عندك مرحلتين للاندماج، المرحلة الأولى اللي هي مرحلة هذا الشيء كلياته اللي حكينا عنه، والمرحلة الثانية اللي هي الاندماج مع الناس برجل واحدة. طيب شو وكيف قدرتي تعملي هذا الشيء؟ قدرت أعمل هذا الشيء مثل ما قلت لك، هو إنه أنا قدرت مثل ما قلت لنفسي إنه أنا مثلي مثل أي حدا. يعني أنا ما بعتبر حالي إنه أنا عندي مثلاً، لنفترض مثل بعض عالم بيقولوا إنه نقص مثلاً، لنفترض عرفت إنه نقص، إنه أنا عندي رجلين وما عندي عرفت، أو عندي إيد وما عندي إيد. فالفكرة إنه أنا صرت حسس نفسي وعود نفسي إنه أنا مثلي مثل أي شخص. يعني انا ما انه مثلا انه انا عندي طرف صناعي يعني انا بختلف عنك، فهمت علي وين النقطه؟ هي الفكره انه بس انت تعود حالك على هذا الشيء، بصير تفكيرك وبصير تقبلك لنفسك اسهل، وتقبلك لما العالم بتشوفك انه انت عم تعطي هاي الطاقه وعم تقدر تتخطى هذا الشيء الكبير اللي صار معك، فبتشوف انه اوف يعني انا قديشني، يعني انا قديش امور صغيره عم بستغزرها بحياتي. وشوفي هالانسان مثلا انه قديش انه هيك شايف الحياه حلوه وانه ما بيستسلم. هلا انا فيني انا بتعلم منك وانت تتعلم من غيري، يعني انا كثير تعلمت من اشخاص، يعني انا ما هيك صرت من تلقاء نفسي عرفت. يعني انا لما شفت العالم انه عم تتقبلني مثل ما انا، يعني انا كديما، يعني ديما هي ديما نفسها لا تغيرت. اوكي هلا اي حدا بالعالم فيه يغير شكله، يعني اي حدا بالعالم فيه يغير شكله،
فبس الفكرة أنه هيك يعني صارت بصراحة، يعني بعفوية صارت وببساطة. فلما أنا قدرت أواجه العالم يعني وأطلع، ومع أني أنا مشيت كمان على أول ما أخذت الطرف الأول هون كمان ما شلت العصاية من إيدي، يعني تركت عصاية واحدة بإيدي كرمال شفت لأني المشاكل اللي صارت معي من قبل، ولا حتى أرجع أتقود وتقبل هذا الطرف الأول، فتركت عصاية. فكل العالم بتسألني إنه ليش معك عكازة، فأنا أنا نعم. قلت لهم أنا مروحة رجلي يعني. هي طلعوا فيني هيك إنه مثل مصدومين يعني. أنا قلت لهم إيه ما تنصدموا يعني عادي بتصير بتصير. طيب يعني قديش انت بتاخدي كمان المسألة بهيك بمزح، وانا بتخيل هيك وبعدم جدية، بتخيل انه هذا الشيء كمان بيأثر على عقليتك، يعني لانه انت وقت الواحد ياخد الشغلة بجدية كتير فبيأثر على نفسيته، ما هيك؟ مش قصة بس بيأثر على نفسيته، بيأثر على اللي حواليه حتى، يعني عدك عن النفسية وعدك عن التفكير اللي بيتغير فيك. يعني انه مثلا اذا انا اخذتها هلا مثلا اوكي انا فيني اقعد احكي معك بجدية واقعد ابكي واقعد مثلا نوح مثل ما بنقول، بس الفكرة انه خلاص يعني هي هي. يعني هلا انا بكيت وانزعلت، هلا انا ما بقول لك انه انا ما زعلت اول فترة وقت اللي راحت، وانه انا كيف مثلا راح اقدر اواجه المجتمع، بس لما رجعت سهلت على نفسي واخذتها من زاويه تانية، فسهلت على نفسي وسهلت على اللي حوالي. يعني ما سهله مثلا على الماما انا اللي هي كانت شافتني مثلا بنفس الغرفه واجت شالتني، يعني شالت يعني واحد يعني شالت يعني شالت بنتها من تحت الحجر ومن تحت الشيء وشافت يعني المنظر، عرفت؟ نعم. فالفكرة انه انت لما بتاخذ هي بتشوفها من هي الزاوية الثانية، انه انا رب العالمين صح اخذ لي رجل بس حمالي رجلي الثانية، عرفت الفكرة وين؟ انه دائما انه بنطلع على نحن دائما نحن ما بنطلع على الاشياء اللي هي الصغيرة ايوه على الكباية يعني انت دائما عم تطلعي على هذا القسم اللي تمام هو مليان، عم تمام تطلعي على القسم يعني اللي فاضي، فهي الفكرة اللي دائما بتخيل بتنقص كتير ناس، بتنقصنا احيانا يعني، ولكن كلياتنا نعم كلياتنا نعم يعني نعم ما يعني الكمال لرب العالمين، بس ما حق يعني ما حدا كامل، ما حدا كامل. بالعكس انت اللي عليك انه تعبي هاي الكباية الفاضية، تكملها لهي الكباية الفاضية، ما انه والله شوفها ناقصة قول يا الله ناقصة، يا الله ليش في هيك، يا الله ليش، طب ليش اخترتني؟ لأنا أنا بحياتي ما سألت هذا يا السؤال. أنا بحياتي من وقت اللي راحت رجلي لهلا لي 9 سنين تقريبا ما فقدت يعني ما سألت رب العالمين إنه ليش أنا، يا إنه لا ما نعم إنه ما سأل لا هي يعني دائما اطلع على دائما أنا بنصح أي حدا يعني يطلع على الأشياء اللي عندك اللي بتملكها وكيف تعززها، يعني كيف تقدر تطور من تطورها، عرفت؟ يعني هلا انا قدرت اتطور من نفسي، انا ما همني انه انا فقدت الطرف، لا انا اللي همني هلا انا كيف قدرت اتطور نفسي، نعم وبظن هذا الاهم.